طيب نروح لزميلنا فاروق صلاح يدينا فكرة عن تمرينة النادي الأهلي النهاردة. فاروق مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، مساء الخير على زميلتي العزيزه ساره محسن، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك فاروق. يعني مباراه مهمه جدا بالنسبه للجمهور بكره، اخر مباراه قبل ان شاء الله ما نبتدي مشوار كاس العالم للانديه. مباراه ديربي انا بسميها الحقيقه، انه اعتقد انه الاهلي بيراميدز بقت مباراه ليها طعم خاص والجمهور بيستناها بشكل كبير. ازاي تابعت استعدادات الفرقه، وهل شفت اي تحضيرات خاصه بخصوص يعني او مرتبطه بمواجهه بيراميدز بكره ان شاء الله؟ يعني خلينا، انا عايز يعني اخد من كلامك يا احمد ومن كلام ساره وبخصوص التحضيرات، يعني انا مش هزيد على الكلام اللي قلتوه، وبالفعل ده كان قبل يعني اكثر حديث مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين وعمليه الربط ما بين الشوط الثاني في لقاء المقاولون العرب، وان انا انهي بالشكل ده، وده كان كلامه مع اللاعبين ان هي دي شخصيه النادي الاهلي وهي دي روح النادي الاهلي، وهو ده اللي دايما ان النادي الاهلي بيتوارثه جيل بعد جيل، ودايما ان لعيبه النادي الاهلي لازم يكون عندها الشخصيه دي، ولازم يكون عندها الحماس ده والدفاع والدافع ده، في نفس الوقت ربط ما بين هذا الامر وما بين التحضير لمباراه بيراميدز. يعني النهارده مستر بيتسو موسيماني كان ده كان يعني محور كلامه مع اللاعبين في المحاضره الفنيه اللي سبقت التدريب الفريق اليوم، اتكلم طبعا على اهميه المباراه ومباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي، وحرص ان هو يعني ياكد على اللاعبين ان انا لازم قبل التوجه الى قطر ان انا اكون على قمه الدوري، احافظ على الصداره، اعتلي صداره الدوري، واحافظ على القمه اللي النادي الاهلي طبعا يعني ان شاء الله هيستمر عليها ان شاء الله لنهايه الموسم ويحقق بطوله الدوري. كان حريص ايضا ان هو يتكلم مع اللاعبين على التحفيز والعامل النفسي، ودي من الامور المهمه جدا. يعني انا يا احمد عايز يعني اشيد بيها ان مستر بيتسو موسيماني واحد من المدربين او اللي عارف شخصيه النادي الاهلي وعارف طبيعه النادي الاهلي وعارف ازاي يطلع من لعيبه النادي الاهلي العامل النفسي، كان حريص ان هو يتكلم مع اللاعبين على هذا الامر، طبعا خفف الضغوط عن اللاعبين بخصوص المباراه، قال لهم مباراه بثلاث نقاط زيها زي اي مباراه، احنا واجهنا الفرق سواء المحله سواء فريق سيراميكا سواء فرق المقصه، طالب اللاعبين مش بالفوز وبس، لا طالب بالفوز وبالاداء، وان انا اسيب انطباع للجماهير وانطباع للفرق اللي هتواجهني في كاس العالم للانديه ان النادي الاهلي فريق كبير طبعا وشخصيته وقيمه النادي الاهلي. النهارده المران انطلق مستر بيتسو موسيماني عقب المحاضره الفنيه، طبعا احتفل اللاعبين اليوم بعيد ميلاد ميتشيل يانكون مدرب حراس المرمى وايضا محمد هاني، احتفل سريعا اللاعبين بهذا الامر، ثم انطلق المران. كان حريص مستر بيتسو موسيماني في يعني التحضير اليوم يا احمد، برضه عشان اتكلمت على التحضيرات، التحضير مختلف شويه، مستر بيتسو موسيماني في بعض الجمل الفنيه ان شاء الله اللي هتطبق غدا في لقاء بيراميدز، ايضا الراجل ارتكز على الكرات الثابته وافرض لها مساحه كبيره جدا في نهايه المران على التركيز على الكرات الثابته والتنويع بكل اللاعبين، اقدر اطمنك برضو على حاله اللاعبين وجاهزيه اللاعبين، يعني تشوف ملامح وجوه لعيبه النادي الاهلي في تركيز موجود، في تصميم، في اصرار عند لعيبه النادي الاهلي. من النقاط المهمه جدا برضو يا احمد ويسار عايز اتكلم فيها عمليه التجديد المبكر اللي النادي الاهلي عملها لعقود اللاعبين، خاصه اليو ديانج وحمدي فتحي وقبلهم علي لطفي ومحمد شريف، عايز اقول لك ان ده مدي انطباع مهم جدا عند اللاعبين، ارتياح نفسي عند اللاعبين، يعني تشوف حمدي فتحي ان اليوم في المران او اليو ديانج او محمد شريف، لا في ارتياح نفسي، خطوه من الخطوات المهمه جدا اللي تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين عن ملف الكره في النادي الاهلي. ايضا النهارده مستر بيتسو موسيماني يعني اجتمع كده للحظات في ارض الملعب مع محمد شريف بحضور الدكتور عمرو محب، وحب ان هو بيوجه بعض التعليمات، وكان موسي محلل الاداء موجود يعني بيشرح على السبوره لمحمد شريف بعض الامور اللي هو التكتيكيه اللي بيطالبوا بيها، سواء في اختراقاته سواء في التحرك بتاعه سواء في عمليه التبادل المراكز ما بينه وما بين لاعب الاطراف الملعب، يعني اختص محمد شريف، وايضا اختص يعني كان في بعض الكلام مع اليو ديانج مع السوليه اللي يعني عايز ابشر ان السوليه ما شاء الله يعني فورمه السوليه اللي هو عليها ان شاء الله النهارده، ايضا اجاي شارك في المران بشكل كامل وكان واحد من اللعيبه المهمه جدا، خلاص حاله التجهيز اللي عليها اللاعبين، حاله التركيز والتصميم عند اللاعبين. ايضا يا احمد عايز اطمنك على وليد سليمان، يعني انا كان ليا حديث مع الدكتور احمد ابو عبله، وطبعا اتكلمنا يعني بكتير من التفاصيل، اتكلمنا طبعا على سلبيه مسحه لاعبي النادي الاهلي جميعا باستثناء اكرم توفيق اللي هيغيب عن احداث اللقاء لايجابيه مسحه ايجابيه ولا اعاده، يعني اتاكد اكرم خلاص لا
لا اكرم ايجابي، ايجابي مسحه اكرم توفيق ثبته ايجابيه، ايجابي هيغيب عن اللقاء. الف سلامه يا كابتن اكرم، هنفتقدك الحقيقه الفتره اللي جايه، على الرغم ان هو ابتدى يدخل مع الفرقه وابتدى يكون ليه مردود كبير، لكن الف سلامه على كابتن اكرم توفيق. بشكر زميلنا فاروق صلاح، دي كانت اخبار تمرينه الاهلي النهارده واستعداده بقى هيدخل معسكر مغلق لغايه موعد المباراه بكره. الماتش بكره هيكون 7:30 ان شاء الله.